شيئا يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله الله أكبر بسم والشفع والوتر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حجر وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ألم تر كيف فعل ربك
وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء
ربك والملك وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ولا يوثق وثاقه أحد يا المطمئنة ارجعي
إن